الولايات المتحدة تقر لقد تفوقت تركيا علينا وعلى الصين، فما القصة؟ قال تقرير أمريكي صادر عن مركز الأمن الأمريكي الجديد CNAC بأن تركيا أصبحت أكبر مورد عالمي للطائرات المسيرة بشقيها الاستطلاع والمسلح، متفوقة بذلك على الصين والولايات المتحدة كما جاء في التقرير. التقرير أشاد بالمكانة التي وصلت إليها تركيا في عالم الطائرات المسيرة خلال السنوات الأخيرة، وأفاد بأن إقدام تركيا والصين وإيران على تصنيع طائرات مسيرة منخفضة التكاليف كسر الاحتكار الأمريكي والصهيونية لسوق المسيرات العالمي. وأضاف أن الصين وتركيا والولايات المتحدة قامت بتوريد 69 طائرة عسكرية مسيرة إلى 40 دولة منذ عام 2018، مبينا أن تركيا استحوذت وحدها على 65% من هذه المبيعات. وأوضح أن 6 دول جديدة لم يسمها اقتنت طائرات مسيرة عسكرية واستطلاعية خلال 2022، وجميعها من صنع شركة بايكار التركية الرائدة في هذا المجال. وأكد أن تركيا أصبحت أكبر مورد عالمي للطائرات المسيرة متفوقة على الصين التي بلغت الذروة في هذا المجال قبل 10 أعوام.